الفنانة المغربية أسماء المنور تتألق في ألف ليلة وليلة وتنجح في تجسيد التراث الموسيقي المغربي. إليكم التفاصيل. استحسن الجمهور المغربي ظهور الفنانة المغربية أسماء المنور في أولى حلقات برنامج ألف ليلة وليلة الذي يبث من أبوظبي وتقدمه الفنانة أحلام الشمسي، وخصصت الحلقة للثقافة والتراث المغربي العريق. وسلطنت أسماء المنور على المسرح بأدائها المتميز وصوتها الذي وصفه الجمهور بالخرافي والعائد من زمان بعيد، زمن الطرب والإنشاد والقصائد المتميزة للفن الأصيل واستحضار الأندلس، ونجحت في تجسيد الهوية الموسيقية المغربية الأصيلة. واختارت أسماء المنور فرقة موسيقية من مراكش، الدقة المراكشية، لتقديمها للجمهور العربي المتابع للبرنامج، وخلقت جوا بهيجا تفاعل معه الجمهور. وأعجبت الفنانة أحلام بالفرقة التي ميزت الحلقة وخلقت أجواء حماسية بطابع مغربي متفرد. وشارك الفنان المغربي حاتم عمور أيضا في الحلقة، حيث حضر كضيف إلى جانب أسماء المنور وتخوض أحلام لأول مرة تجربة تقديم البرامج. وظهرت أسماء المنور بإطلالة مختلفة بفستان كلاسيكي باللون الأبيض مرصع بحجارة باللون الأصفر، وكانت في كامل أناقتها. ونشرت أسماء المنور على حسابها على الإنستغرام مقاطع مصورة من الحلقة بأدائها المتفرد الذي لقي تنويها من قبل متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.